صباح النور دكتور عبد الرحمن. اهلا صباح النور. اهلا بك معنا. علي حياكم الله. بداية دكتور هيك لو تعطينا في المقدمة تعريف بسيط عن فتق جدار البطن، ماذا في التفاصيل؟ الحقيقة هو فتق جدار البطن هو عبارة عن ضعف في عضلات البطن، مما يستدعي إلى خروج بعض محتويات البطن من خلال هذا التجويف إلى خارج البطن. هو ناتج عن ضعف في هذا الجدار. هو التعريف الفتق بشكل عام، الفتق ممكن يكون في جدار البطن أو في أماكن أخرى، لكن بشكل عام تعريف الفتق هو خروج العضو من تجويف إلى تجويف آخر، إلى مكان آخر ما لازم يكون فيه. دكتور عبد الرحمن، هل هناك أنواع، يعني ما هي أنواع هذه الفتوق وما هي الأكثر شيوعا؟ إذا ركزنا على موضوع البطن وفتوق البطن، طبعا فتوق البطن هي بتيجي فتوق متعددة. ممكن يكون في عندنا الفتق اللي هو فوق السري أو فتق السري، أو الفتق بنسميه الفتق الإيربي اللي هو بيكون أسفل البطن. نعم. وأيضا كمان في الفتوق اللي هي الفتوق الجراحية، لأنه أي عملية جراحية في جدار البطن بتؤدي إلى ضعف مكان هذا الجرح، فممكن يكون هنا ضعف في هذا الجدار، فممكن يسمح ببعض محتويات البطن تطلع وممكن يصير في فتق في هذا الجرح. طيب ما هي أبرز أسباب حصول فتق البطن؟ وهل صحيح مثلا أنه الإمساك المزمن والسعال المزمن يدخلان ضمن هذه الأسباب؟ أكيد طبعا. أسباب الفتق هو عبارة عن ضعف في جدار البطن، وأي شيء بيؤدي إلى ضعف في جدار البطن أو أي شيء بيؤدي إلى زيادة الضغط داخل البطن، يعني زيادة الضغط داخل البطن زي السعال المستمر، هذا زيادة بالضغط داخل البطن، أو مثلا الإمساك، أو مثلا اللي هو الأحمال والولادات عند السيدات، هذا بيؤدي إلى ضعف في جدار البطن، يعني بيسمح لمحتويات البطن أو جزء من محتويات البطن إنه يخرج ويصير فيه فتق. هلا طبعا يعني مو شرط يكون بس في هاي الأشياء، يعني ممكن يكون الفتق يكون حاجة خلقية، يعني عشان هيك بعض الأطفال بيولدوا في عندهم فتق. نعم. هذا بيكون عبارة عن خلقي، وهذا برضو يعني يعتبر من الافتاءات ومنتشرة يعني جدا وشيوعها كثير خاصة عند الأطفال. الشيء اللي بدي أركز عليه كثير مهم إنه التدخين وعلاقته مع فتق البطن. في كثير دراسات بتثبت إنه المدخنين عرضة أكثر لجدار لفتوق اللي بتحدث في جدار البطن لسببين. السبب الأول إنه بيكون عندهم السعال أكثر من الناس العاديين اللي ما عندهم تدخين أو غير مدخنين. الشيء الثاني إنه في دراسة أثبتت إنه الكولاجين اللي هو اللي بيساعد على قوة العضلات بيكون أضعف عند المدخنين من غيرهم، فبيساعد على أنه يصير عنده افتاءات أكثر من الناس الثانية. نعم. ما هي الأعراض دكتور عبد الرحمن المصاحبة لحدوث فتق في البطن؟ يعني أكثر المرضى اللي بيراجعوا عندنا بالعيادة بيكون أنه شاف إشي، يعني أنه انتفاخ أو تورم في جدار بطنه مصاحب أحيانا لألم. هذا أكثر عرض ممكن يجي فيه المريض بيشكي منه. هلا هاي القضية. قضية أخرى إنه ممكن يجي المريض ما انتبه على فتق في عنده في جدار البطن ويراجع الطوارئ بسبب ألم شديد في جدار البطن وناتج عن فتق، وفتق منحصر. هاي الفكرة في الموضوع، هذا بيكون كحالة طارئة يعني. طب دكتور كيف يتم التشخيص، وهل الكشف السريري كاف أم أنتم بحاجة إلى إجراءات طبية معينة أخرى؟ عادة في فتوق البطن بالعادة إنه الكشف السريري كافي إنك تشخص هذا الفتق. أحيانا نضطر لبعض الصور الشعاعية حتى نحدد شو محتوى هذا الفتق. نعم. وأحيانا نحتاج الصور الشعاعية حتى نحدد هل الشيء اللي صار له فتق كأمعاء أو كدهن تبع البطن الداخلي صار فيه مضاعفات أو لا، يعني صار فيه نقص تروية دموية لهذا الجزء اللي حصل له فتق أو لا.
فممكن نضطر لإشي زي هيك بالصور الشعاعية. لكن بالعادة إحنا نقدر نشخص فتق البطن سريرياً وبيكون واضح تماماً. طيب دكتور، هل يمكن لبعض هذه الفتوق أن تلتئم من جراء نفسها، من تلقاء نفسها؟ طبعا أكيد لا، لأنه فتق جدار البطن هو عبارة عن ضعف أو فقدان لجزء من جدار البطن. نعم. بالتالي مستحيل أنك يعني يصير له التئام ولا بأي طريقة. يعني كثير من المرضى بيجوا بيحكوا لنا شو رأيك نحط حزام، شو رأيك نحط كذا. طبعا هذا كله لا، الحقيقة لا، ما بزبط ولا ممكن أنه يصير له التئام بنفسه. بالعكس، فتق جدار البطن كل ماله بصير أكبر، لأنه هاي المنطقة اللي فيها ضعف كل ما لها بتزيد، كل ما صارت الأكبر المنطقة أو الفتقة أكبر، كل ما كانت المحتويات اللي داخلها أكثر. يعني في هذا الإطار، ما هي العلاجات أو الأساليب المتبعة في إصلاح الفتق وكيف بيتم؟ الفتق مجرد ما شخصنا الشخص عنده فتق في جدار البطن، مباشرة بننصحه بإجراء عملية جراحية لإصلاح هذا الفتق. لأنه إذا ما أصلح هذا الفتق ممكن إحنا نخش في مضاعفات إحنا بحقيقة بغنى عنها. بدل ما تكون عملية بسيطة، عملية مرتب لها مسبقا، لا بتكون عملية طارئة. يعني على سبيل المثال، لو جزء من الأمعاء طلع في هذا الفتق وانحصر وصار في تموت في أو قلة تروية دموية لهذا الأمعاء، ممكن يصير فيها تموت، هون ندخل بعملية أكبر بكثير اللي هي عبارة عن استئصال لجزء من هذا الأمعاء، بقاء في المستشفى لفترة أطول، مضاعفات أكبر. الآن إحنا طبعا أي شخص عنده فتق في جدار البطن، طبعا تطورت الشغلات كثير. بالزمانات كنا نعمل الفتق إصلاح جراحي عادي بدون استخدام شبكات، بدون استخدام أي شيء، وكانت الحقيقة أنه نسبة الرجوع فيه عالية. ألا مع تطور التقنيات زي طبعا هي مش حديثة، هي صار لها فترة، وجود الشبكات، نوضع شبكة بتساعد على أنه يصير تليف بالمكان اللي هو بنحط فيه الشبكة والفتق، فبيسوي قوة في المنطقة وبيساعد أنه ما يرجع الفتق بعد هاي العملية الجراحية. طبعا مع تطور برضو جراحة المناظير، صرنا كل أنواع الفتق اللي في البطن نعملها من خلال ثقوب صغيرة في جدار البطن، وبنصلح الفتق وبنحط الشبكة زي كأنها في العمل الجراحي التقليدي العادي. والبنج بيكون موضعي او عمومي دكتور عبد الرحمن؟ طبعا البنج اذا كانت بالشق الجراحي لا، ممكن يكون بنج نصفي، خاصه في الفتوق اللي هي بتكون باسفل السره. اما اذا كان الفتق في السره واعلى السره، لا عاده بيكون بنج كامل. اما اذا كانت من خلال المنظار، لا الاصل تكون بنج كامل. وكم تستغرق عاده هذه العمليه؟ وكم يعني تتطلب من الراحه من بعدها؟ طبعا وقت العملية كعملية يعني بتراوح بين نص ساعة إلى ساعتين، حسب حجم الفتق ومكان الفتق، حسب الأشياء اللي مصاحبة للفتق، هل في مضاعفات ولا ما في مضاعفات عملها هذا الفتق. الراحة عادة احنا بننصح مرضانا بعد عمليات الفتق في خصوصا في جدار البطن بكل أنواعها للراحة لمدة أسبوعين، وممارسة الرياضة اللي هي حمل الأشياء والكذا بعد 3 شهور. طب هل ممكن الوقاية من فتق المعدة أو فتق جدار البطن؟ نعم، ممكن الوقاية عن طريق ممارسة الرياضة. كل ما مارسنا رياضة كل ما قوينا العضلات تبعات جدار البطن، كل ما كان الفرصة لحدوث الفتق أقل. الشيء الثاني التدخين والانقطاع عن التدخين بيساعد كثير انه ما يصير عند الشخص فتق في البطن. طب من الاسئله التي وردتني ايضا دكتور، انه هل ممارسه الرياضه يوميا وبقوه ممكن ان تؤثر سلبا على المعده او على جدار البطن؟ 100%. اذا كان ممارسه الرياضه بشكل خاطئ أكيد طبعاً بتسبب إلى تمزق في العضلات، مما يعني وبيكون كمضاعفة إلها إنه يصير في فتق في البطن. فبالتالي ممارسة الرياضة بتكون تحت إشراف مختص، أفضل بلاش إنه الشخص يأذي نفسه ويصير عنده، بدل ما يكون إشي مفيد يكون إشي سيء على الشخص نفسه.
شكرا على كل هذه المعلومات. الاختصاصي في جراحة المناظير وسمنة المفرطة الدكتور عبد الرحمن شاهر، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من عمان. يا أهلا وسهلا، حياكم الله. شكرا.